بكم إلى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس.com. البداية من الصحافة المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على صفحتها الأولى العناوين التالية: الإدارة الإسرائيلية تحول مواقع عشوائية إلى مستوطنات وتصادق على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة. تقارير: الحكومة الإسرائيلية ستخصص 3 مليارات شيكل لتشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة. رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست تطالب الشرطة بتسهيل وحماية مقتحمي الأقصى في أسبوع الأنوار. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: الرئيس يقول حان الوقت لتحقيق استقلال دولة فلسطين، والاستيطان سيدخل المنطقة والعالم بنفق لا أحد يدري نهايته. وفي الصحيفة أيضا: شركة أغلقت رسميا عام 2009 بسبب تجاوزات مالية لكنها بقيت تعمل. هآرتس: المؤسسات العلمية الإسرائيلية ستخسر 300 مليون يورو بسبب الاستيطان. العاهل الأردني: يجب استثمار المفاوضات قبل أن يخسر الجميع. ونطالع في صحيفة الأيام: قوات الاحتلال تصاعد من اعتداءاتها في أنحاء الضفة، ضوء أخضر لبناء وحدات استيطانية جديدة ومصادرة 78 دونما من أراضي كفر جمال، وإخطار بهدم مسجد شرق نابلس. وفي الصحيفة أيضا: نشطاء فلسطينيون يجبرون الاحتلال على تعديل طريق العزارية. اتصالات الرئيس ستثمر في الساعات القادمة عن حل مشكلة وقود كهرباء غزة. طلاب جامعيون إسرائيليون يلتقون الرئيس في رام الله قريبا. إلى الصحافة الدولية، ونطالع أبرز ما كتبته صحيفة الشرق الأوسط السعودية: جنيف النووية تمهد الطريق إلى جنيف 2 السورية. السيسي يتعهد بتصدي الجيش لمن يحاول رفع السلاح ضد القوات المسلحة والشرطة. خسائر قطاع الكهرباء السوري في ازدياد، وتكلفة إصلاحه تتخطى ملياري دولار. فرنسا تعرض دعم محاربة الإرهاب في العراق وتتطلع لاستثمار فيه. أما صحيفة الحياة اللندنية فكتبت: مواجهات دموية بين الجيش وأنصار الشريعة، تحديد موعد جنيف 2 قبل حل العقد، طهران تعتبر احتفاظها بالتخصيب أضخم إنجاز، ولندن تحذر إسرائيل من تقويض الاتفاق. ختام أقوال الصحف، أجمل تحية، وأترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية.